كشفت وثائق أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية عن تدخل البيت الأبيض لترتيب مكالمة بين رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو. جاء هذا التدخل من البيت الأبيض بعد تقديم جولياني مواد من شأنها الإضرار بالمرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن ونجله. للمزيد تنضم إلينا مراسلتنا من واشنطن ريما أبو حمدية. ريما، إذا ماذا بخصوص هذه الوثائق التي كشفت عنها وزارة الخارجية الأمريكية؟ ردود الفعل عليها وما مدى أهميتها فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية لعزل ترامب؟ هل تدفع باتجاه معين أم أن تأثيرها يبقى محدودا؟ يعني إذا بدأنا من السؤال الأخير، هذه وثائق مهمة بل ومهمة جدا للديمقراطيين. هي تؤكد ما جاء على لسان بعض الشهود خلال جلسات الاستماع العلنية وتلك التي كانت خلف أبواب مغلقة، أن الإدارة الأمريكية ومسؤولين في الإدارة الأمريكية انخرطوا في الضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق في أنشطة النائب الرئيس الأمريكي السابق وابنه هانتر وجو بايدن. هذا يعني أن الديمقراطيون الآن أو الديمقراطيين الآن في موقف أقوى مما كانوا عليه حتى بعد الشهادات العلنية التي أكدت شكوكهم. ولكن من جهة أخرى قد تكون مهمة للديمقراطيين، ولكن يبقى ميزان القوة في الكونغرس الأمريكي على حاله، بمعنى أن الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب، الجمهوريون على مجلس الشيوخ، الجمهوريون حتى الآن يقفون إلى جانب الرئيس الأمريكي. إذا ما كان هناك تحقيق أو إذا ما كان هناك تصويت على عزل ترامب سيقف أمام سد حد أو حائط منيع في مجلس الشيوخ الأمريكي. إذن قد لا تساعد هذه الوثائق الجديدة بشكل كبير الديمقراطيين، تعزز موقفهم في الشارع الأمريكي ولكن في مجلس الشيوخ الأمريكي لا تغير هذا الواقع بأي حال من الأحوال. ولكن بعيدا عن ذلك، هذه الوثائق مهمة لأنها تكشف بالفعل نعم يعني تابع الفكرة قبل أن أتوجه إليك بالسؤال الثاني. تكشف بالفعل ماذا؟ نعم، يعني تكشف هذه الوثائق إذن شكوك أو تؤكد هذه الوثائق شكوك الديمقراطيين، ولكن أيضا تكشف للشارع الأمريكي ما الذي حدث بالفعل وكيف أن الإدارة الأمريكية انخرطت في الضغط على أوكرانيا. هذا معناه قد لا يغير ذلك موقف مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن الولايات المتأرجحة، الناخبون المتأرجحون في الولايات المتحدة سيتأثرون بشكل كبير، وهذا ما يسعى إليه الديمقراطيون مع علمهم أنه لا يمكن اختراق مجلس الشيوخ الآن ولا يمكن تغيير موقف الجمهوريين. يعلمون أنه يمكن تغيير الناخب المتأرجح. هذه الوثائق وهذا الكشف الجديد سيؤثر أكثر فأكثر على الشارع الأمريكي، وقد يؤدي ذلك إلى خسارة ترامب في الانتخابات المقبلة لا عزله خلال مجلس الشيوخ. نعم، وأمام هذه المعطيات هل من خطوات جديدة قد يقدم عليها مجلس النواب بقيادة الحزب الديمقراطي بهدف ربما الدفع قدما يعني لعزل ترامب، وهذا مستبعد حاليا؟ هل ما يزال يملك بعض الأوراق؟ الآن يعني قد يعطي هذا الكشف الجديد المزيد من الأوراق للكونغرس الأمريكي، للديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي. قد يطالبون بمثول وزير الخارجية وبعض المسؤولين الأمريكيين أمام لجان مجلس النواب الأمريكي في جلسات علنية أو جلسات مغلقة. هل سيوافق أو ستوافق الإدارة ومسؤولي الإدارة على ذلك؟ هذا مستبعد بشكل كبير. كما رأينا في السابق رفض على سبيل المثال مدير الموظفين في البيت الأبيض ملفيني المثول أمام اللجان، رفض البيت الأبيض والخارجية الأمريكية تقديم الوثائق. حتى هذه الوثائق التي كشف عنها مؤخرا لم يقدمها أو لم تقدمها الخارجية الأمريكية للكونغرس بشكل مباشر، وإنما عن طريق حكم قضائي قدمت لي مواطن أمريكي عادي. بمعنى أن الإدارة الأمريكية ستواصل على موقفها الرافض للتعاون مع الكونغرس الأمريكي، ولكن الكونغرس قد يكون هناك بإمكانه المزيد أو طلب المزيد من الشهود في أمام اللجان في الكونغرس. جزيل الشكر لك من واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدية.